يعطيهم الفرصه باش يوصلوا الانشطه اللي قاعدين يخوضوا بها داخل الفاكولتي نتاعهم. باش نحكيوا على فوروم انرجيتيك في المدرسه الوطنيه للمهندسين بالمنستير. معنا بالتليفون هيام زاير. صباح النور. صباح الورد. شنو احوالك؟ الحمد لله. اول حاجه شنو احوال القرايه؟ هذه اول حاجه. الحمد لله. الحمد لله. نجحت وطبعا حاضر في التي اف ام تاعي. تخي تخي بيان، ان شاء الله مبروك عليك النجاح يا هيام. وتحضروا زاده في الفوروم انرجيتيك اللي باش يكون في المدرسه الوطنيه للمهندسين بالمناسير، وبطبيعه في الكلوب نتاعكم في الفاكولتي نتصور، زاده اللي في ليكول نتاعكم، دونك نتصور قاعدين تخدموا في خدمه كبيره برشا وقاعدين تحضروا في الفوروم هذا. اي توا تعرف انت توا وقت كريتيك، خاطر مازال شويه بركة على الفورم تاعنا اللي هو لو 15 فيفري ان شاء الله، وباش يكون في قصر العلوم بالمنستير، بالي دي سيونس منستير، ابارتيغ من 9. اما قبل هذا نحب نحكي شويه على الكلوب نتاعنا باش نعرفوا برواحنا. دونك احنا انجيني اللي هي اسوسيسيون جمعيه فوندي اون 2009، يعني توا عندها 11 سنه ناشطه وتضم نوادي مختلفه منها الثقافيه ومنها العلميه. باغمي لي كلوب هذوما نلقاو كلوب انرجيتيك اللي هو نادي الطاقه اللي ننشطوا فيه احنا. اي الكلوب نتاعنا تاسس عام 2011 ويلم فيه مهندسين وطلبه مهندسين اللي هما يكونوا مهتمين بالدومين انرجيتيك، واللي يهدف اساسا لتكوين ان انجينيور اون انرجيتيك كومبيتون تكميلا للتكوين الدراسي نتاعنا اللي نلقاه في ليكول. داكور، معناتها يحاونوا برشا الطالب معناتها الكلوب هذوما. اي بالمناسبه هذه نحب نوجه تحيه للمدرسه نتاعنا للادمنستراسيون وللديبارتمون انرجيتيك، خاطرهم يعاونوا فينا برشا ويأثروا فينا باش نعرفوا شنو هي نعملوا من جورني بورت اوفيرت لي فورماسيون لي ورك شوب، يعني يحاولوا باش يأثروا لنا لو ماكسيموم. نحب نقدم لهم تحيه كبيره. تحيه كبيره لهم، سيرتو انه اليوم معناتها تفاعل كبير ما بين الاداره ما بين الطلبه في مختلف المعاهد العليا او ليزيكول، معناتها موجود تفاعل كبير وتشجيع من عند معناتها الاداره على انه الطالب يكون ناشط في المدرسه نتاعو على طريق الكلوب هذوما الجمعيات هذوما اللي معناتها يخليوا الطالب انه يعيش الحياه الجامعيه بتفاصيلها الكل، وهذا حاجه مهمه برشا. ونصور حتى لكم انتم كطلبه يزيدكم الكلوب هذوما منها تتعرفوا على بعضكم اكثر، منها انكم معناتها تكون خدمه بار جروب، وهذا الفورام نتصور زاده فيه خدمه على المستوى التنظيمي والعلمي زاده. اي صحيح صحيح، ديجا الادمنستراسيون نتاعنا تيلمون معاونتنا برشا، اللي الفي اسوسياتيف في ليكول نتاعنا بالحق طالعه ياسر، ديما كل جمعه تلقى بالدو تروا ايفينمون عادي معناها. خلينا نحكيو على الكونسيبت تاع الفوروم هذايا شنو باش يكون فيه بالضبط؟ بي احنا توا كل عام اون اورغانيز ان ايفينمون انويل اللي هو فوروم انرجيتيك، وكل عام فما تيم مختلف. يحضروا فيه من تونس الكل، من ساقس قفصة جابس بنزرت، وراهو مش بالضرورة باش يكونوا في الدومين انرجيتيك، راهو الدومين انرجيتيك يشمل اللي يمس من لي سيكتور الكل، وكنا انا معناتها شخصيا نرى انه مو ضروري انه الناس الكل نشوفوا شنو فما جديد في الدومين هذايا ونكونوا ديما على طاش. بالنسبة للفورم الثاني كما قلت انت باش يكون على الانرجي اونتربرونيا الطاقة وريادة الأعمال، كل قايل شنو هي العلاقة ما بيناتهم، كان تحبوا تعرفوا شنو هي العلاقة ما بيناتهم يجيو معنا مرحبا بكم بحذينا لو كان فيبري كما قلنا في قسم العلوم بالمناسبة. تخيب ديجا أنت عطيت كيستيون تو تخلي العباد أو الطلبة زادة أنهم يجيو معناتها من مختلف الاختصاصات أنهم يحضروا الفورم هذا ديجا. أي دونك الفورم باش يتقسم لكاتر بارتي، البارتي الأولى هو بانيل تنجم تقول هو ان ديبا اونتر دي كونفيرونسي دي اكسبير، منهم مثلا مسيو ايمن هنتيتي اللي هو انجينيور اون جيني اتوميكي انجينيور برانسيبال في ستيك، فما مدام دكتور ناجيه بن هلال اللي هي بريزيدونت دو لا ليغ دي فام شيف دونتربريز، فما مسيو مهدي بن حموده اللي هو ديريكتور تكنيك في سوسيتي دو فوتوفولتايك، فما مسيو وليد حسن اللي هو ميتر اسيستون في الفيلينيم اللي هو باش يكون انيماتور، اي مسيو عبد المجيد جمني اللي هو كان ديريكتور للينيم ومازال معنا بروف فيلينيم، اي بروميي شيف لابو اون انرجيتيك. دونك هما باش يتناقشوا ما بينات بعضهم شنو هي العلاقه ما بين الانرجي والانتربرونيا، شنو هي المشاكل اللي يمكن تحصل، شنو هي فما جديد في تونس، تونس شنو هي المشاريع نتاعها وين ماشيه باش نعرفوا الوضعيه نتاع البلاد كيفاش. تخي بيان. دونك
خلينا نسالك جوست على الانسكري كيفاش، ولا معناتها كيفاش نجم العباد تحضر عندكم نومبر ليميتي؟ راهي محلوله للناس الكل، سي غراتوي، الناس الكل مرحبا بكم، تنجموا تحضروا معنا، معناها يستفيدوا تلقاو تعملوا انسكريبسيون نهارتها الصباح وتتفضلوا تحضروا. تخي بيان. وغيرت الناس الكل، معناها نحن نحب نوصل المعلومة للناس الكل. إن شاء الله يجيوا مع الطلبة، إن شاء الله يجيوا العبيد، خاطر الموضوع مهم برشا للناس الكل، معناتها نصور جميع الاختصاصات نجم تحضر، ولا القراب ولا البعاد من المجال الطاقي ومجال ريادة المؤسسات. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح هويام. تحية ليك وتحية للمؤسسة الوطنية المهندسين بالمنستير. تفضل خليك كلمة خدمة، تفضل. جست باش نكمل في ساعة على شنيا فما، معناها فمش كان بانيل، راه فما بعد سكسس ستوري، فما كونفيرونس سينك بيكر اللي هي باش تجي نور رمضان اتيديون بلوزيت كي تخرجت من لينين، واللي عملت استاجر في بانكا، يقول انت واحد قاري انرجيتيك شنو يعمل في بانكا، دونك نعرفوا شنيا العلاقه بيناتهم، وفي الاخر كونفيرونس كومون كريي اون ستارت اب. دونك باش يحكي لنا احمد عيسيوي كيفاش تنجم تعمل ستارت اب نتاعك. تخي بيان، يعطيك الصحة، شكرا ليك، بارك الله فيك هيام، شكرا ليك، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للطلبة الكل، سيرتو إنه فما طلبة قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا في الفاكولتي نتاعهم ولا في الكلوب نتاعهم، دونك الفضاء مفتوح ليكم أنتوما، كان عندكم ديزيفينمون تنجم تبعثوا لنا زادة على الباج فيسبوك راديو ميد، وباج برنامج برايم تايم باي راديو ميد. عبد الرحمن محمد أصاب